تصريح موجود معانا من صحيفة صن. المراجعات سيتم تعديلها هذا الأسبوع بعد 4 أخطاء تم ارتكابهم، وبوتشتينيو يهاجم تريبييه. بوتشتينيو بيقول على تريبييه أنه كان لاعبا في الدرجة الثانية عندما تعاقدنا معه. نروح للديلي ميل البريطانية، وأيضا تقنية الفيديو أخطأت. أخطاء تقنية الفيديو في ركلتي جزاء وهدف وطرد. ميرور البريطانية، ثنائي القمة لا يتوقفون. كومباني يصر على أن المنافسون في الدوري الممتاز بعيدون كل البعد عن مانشستر سيتي وليفربول الذين سيحتلون اللعب لسنوات. يعني كومباني بيقول أن السيتي وليفربول هم أصحاب الصدارة في الدوري الإنجليزي لسنوات قادمة، وكل الأندية الباقية في الدوري الإنجليزي بعيدة تماما عن منافسة السيتي وليفربول. وبوتشتينيو أيضا، تريبييه يجب أن يكون ممتنا، لقد صنعنا منه نجما. وفاندرسار، دخية عظيم ولكن قابل للاستبدال. هنشوف هل ده حقيقي فعلا، دخية ممكن يرحل عن اليونايتد ولا لا. نروح لإيطاليا، وتوتو سبورت الإيطالية، عودة جونزالو هيجوايين. هيجوايين يرى أن عودته كانت لصالح اليوفنتوس، وهيجوايين بيقول أنا ورونالدو الثنائي جيد، أريد البقاء هنا ولم أغير رأيي أبدا. القميص رقم 21، قراري أهديه لابنتي. نروح لكوريري ديل سبورت الإيطالية، وأيضا كلامها زي ما حضراتكم شايفين، طبعا حبي لنابولي أنا أفوز، حبي لنابولي قام بشفاء كل شيء سريعا. الهزيمة في تورينو لم تترك أثرا، والهتافات العنصرية يمكن محاربتها بالطرد من الملاعب مثل إنجلترا، وإلا سنكون سجناء للأقلية. ده ساليدو كوليبالي نجم المنتخب السنغالي ونجم نادي نابولي بعد يعني إحرازه هدف في مرماه في مباراة يوفنتوس ونابولي اللي كانت في ملعب يوفنتوس في تورينو. نروح لأسبانيا، وماركا الأسبانية، مودريتش أيضا تعرض إلى إصابة، توني كروس ليس جاهزا 100% للقاء ليفانتي. البرنابيو الأسبانية، اختبارات سبتمبر، ريال مدريد مع زيدان يلعب جزءا من موسمه خلال 3 رحلات صعبة إلى أشبيلية وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، وغياب الموقوفين ضد ليفانتي وأوساسونا. نروح لأصل الأسبانية، ومودريتش ينضم إلى عيادة النادي. الكرواتي لديه إصابة في عضلة ساقه الأيمن، وسوف يغيب حوالي 2 إلى 3 أسابيع. سبورت الأسبانية، تأثير عالمي. طبعا سبورت الأسبانية عمل فيو أو حوار مع ميسي، ولقى تأثيرا كبيرا على وسائل الإعلام الوطنية الدولية، ورد فعل برشلونة المقابلة إيجابية، ليس هناك خلاف بين ميسي والبارسا، وده بسبب يعني اقتراب تجديد برشلونة وعرض جديد أو عقد جديد على ميسي بسبب الأخبار اللي تم إشاعتها في آخر الأسابيع أن ميسي في سنة 2020 ممكن ينتقل إلى أي نادي بدون أي مقابل من برشلونة. نختم معاكم بموندو ديبورتيفو الأسبانية، ونيمار أو إمبابي في البارسا يناقشون فكرة تقديم عرض إلى إمبابي الذي هو أصغر من نيمار ولن يولد الانقسام بين النادي والجماهير. نروح مع حضراتكم للجداول والترتيب اللي موجودة مع حضراتكم. هنبدأ معاكم بلقاءات الدوري الإنجليزي اللي هتبدأ من بكرة إن شاء الله يوم السبت. يوم السبت 14 سبتمبر، ليفربول مع نيوكاسل الساعة 1 الظهر، الساعة 4 مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، وتوتنهام في نفس التوقيت الساعة 4 مع كريستال بالاس. أما تشيلسي خارج ملعبه أيضا الساعة 4 أمام وولفرهامبتون، وأخيرا الساعة 6:30 نورويتش سيتي هيلعب على ملعبه أمام فريق مانشستر سيتي.
يوم الحد لسه مكملين في الدوري الانجليزي بمباراه واتفورد امام ارسنال، هكون الساعه 5:30 بتوقيت القاهره. دي اهم المواجهات اللي هتكون موجوده في الدوري الانجليزي. نروح للدوري الاسباني ولقاء ريال مدريد امام ليفانتي اللي هيكون بكره ان شاء الله الساعه 1 الظهر بتوقيت القاهره. القمه ما بين برشلونه وفالنسيا الساعه 9 ان شاء الله، وهنشوف الاخبار، هل ميسي هيلعب، هل سواريز هيكون موجود، ده اللي احنا هنعرفه في فقره الاخبار العالميه. يوم الاحد اشبيليه امام ديفورتيفو الافيس في ختام الجولات الدوري الاسباني في اللقاءات المهمه لفرق الدوري الاسباني. نروح للدوري الايطالي، فيورنتينا امام يوفنتوس بكره ان شاء الله الساعه 3 بتوقيت القاهره، ونابولي امام سامبدوريا الساعه 6. واخيرا يوم السبت والمواجهات انتر ميلان امام اودينيزي الساعه 9 الا ربع. يوم الاحد مكملين مع الدوري الايطالي، لاتسيو مع سبال، وروما مع ساسولو، وهيلاس فيرونا مع ميلان. نروح لنتائج التصفيات الامم الاوروبيه 2020 او تصفيات يورو 2020 اللي اتلعبت خميس وجمعه وسبت وحد. ناخد معاكم ابرز المواجهات. فرنسا امام منتخب اندورا 3-0، لوكسمبورغ وصربيا 3-1، مولدوفا وتركيا 4-0 لتركيا، وليتوانيا امام البرتغال 5-1 للبرتغال، انجلترا وكوسوفو 5-3 للمنتخب الانجليزي. طيب منتخب اسبانيا بيفوز 4-0 امام جزر الفارو، وفنلندا بتخسر 2-1 امام المنتخب الايطالي. ارمينيا وايطاليا في المواجهه الثانيه في نفس المجموعه، ايطاليا بتفوز 3-1، ورومانيا واسبانيا 2-1 للمنتخب الاسباني. منتخب بلجيكا وسان مارينو منتخب البلجيكي بيفوز باربع اهداف مقابل لا شيء. المانيا وهولندا، والمفاجاه ان هولندا بتفوز على المنتخب الالماني 4-2، نتيجه كبيره جدا. اسكتلندا وروسيا، وفوز المنتخب الروسي 2-1 على المنتخب الاسكتلندي. دي كانت نتائج تصفيات اليورو 2020، لسه مكملين معاكم. اسكتلندا وبلجيكا 4-0 للمنتخب البلجيكي. منتخب المانيا فوز مهم 2-0 على منتخب ايرلندا الشماليه، وهولندا بنفس النتيجه اللي فازت بيها على منتخب هولندا على منتخب المانيا عفوا، بتفوز بيها على منتخب استونيا 4-0، ومنتخب بلغاريا بيخسر من المنتخب الانجليزي 4-0، ومنتخب صربيا بيفوز على منتخب طيب تركيا فازت 1-0 على اندورا، وصربيا خسرت 2-4 من المنتخب البرتغالي، وتألق كبير لكريستيانو رونالدو. هقول لحضراتكم سريعا المجموعات علشان تعرفوا موقف كل فريق او كل منتخب من مجموعته. طبعا المجموعه الاولى